ما أن يحل شهر رمضان الكريم حتى تبرز بعض المظاهر التي قد تؤدي إلى تعكير الصفو السكاني، وعلى رأسها الازدحامات المرورية الخانقة في العديد من شوارع الوسط التجاري داخل المدينة. ويعد انتشار الباعة المتجولين وأصحاب العربيات ومفارش البيع على الرصيف إحدى أبرز أسباب تلك الازدحامات الخانقة، والتي تزداد حدة مع حلول منتصف شهر رمضان واقتراب العيد. نحن في كل عام في رمضان نشعر بزحمة السيارات وزحمة نجر التسوق في رمضان. وفي مسعى لمعالجة هذه المظاهر، عمدت السلطات المحلية في المكلا إلى تشكيل فرق شبابية مؤقتة ذات طابع رسمي ترتدي زيا موحدا أطلق عليهم اسم ضابطي مأموري المكلا، تكون مهمتها الأساسية تنظيم عملية البيع العشوائي في شوارع المدينة حتى يتم نقل الباعة العشوائيين إلى أسواق شعبية منظمة تسعى السلطات لإقامتها. بموجب البلاغات اللي جات من المواطنين من قبل الباعة المفترشين في الشارع، لقد تم تشكيل 200 شاب من قبل سيادة المحافظ على سنهم يكونوا منتشرين في شوارع مدينة المكلا كاملة. في الحد من الأزمات من الاختناق. ولا تتوقف مهام تلك الفرق عند هذا الحد، بل تشمل أيضا العديد من جوانب الحياة العامة، مراقبة محطات بيع الوقود ومنع التهريب وأسعار المواد الاستهلاكية والتأكد من سلامة صلاحيتها، وكذلك توفير الحماية لرواد التجمعات والأسواق التجارية من المضايقات، الأمر الذي أوجد حالة من الارتياح لدى السكان. لاحظت ان في انضباط اكثر هذه السنه، وتقريبا مجهود محليه يقوم بها مامور مديريه الشهر الاخ سالم علي بن شيخ بكر، والواضح للعيان ان العمليه منظمه والناس سيارات في طريقها والباعه منتظمين، وان شاء الله يطبع هذا في حياتنا العامه. ويامل كثير ان تنجح هذه الخطوه في تحقيق حاله من الاستقرار الداخلي وضبط المتلاعبين بالاسعار. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.